هل يجب على من أخر قضاء أيام من رمضان بدون عذر ثم قضاها بعد ذلك بفترة طويلة؟ هل يجب عليه أن يطعم مع ذلك عن كل يوم من هذه الأيام مسكينا بسبب التأخير، أم أن صيام هذه الأيام يعد كافيا؟ أفتونا مشكورين. إذا أخر القضاء لغير عذر ثم قضاه، فإن كان قبل أن يأتي رمضان الآخر، يعني قضاه فيما بين الرمضانين، فإنه يكفي القضاء. أما إذا أخره إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر، فإنه يجب عليه أمران: القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم.